واسأل الله الواحد آمين. أيها الإخوة الأحباء، كلما تحل علينا ذكرى من آباء الكنيسة القديسين أو الرسل الميامين تبتهج قلوبنا ونحن نرى فيهم عظمة يسوع المسيح الذي حل فيهم وحملوا بشارته في كل أنحاء العالم، لأن القديسين عاشوا مع الله وعاشوا فيه وعاش هو فيهم، فكانوا جنبا إلى جنب معه. فكم يكون بالأحرى ذاك الشخص الذي عاش مع المسيح حقيقة، أعني بهم الرسل الأطهار الذين عاشوا مع يسوع وتدربوا على يده وتعلموا منه ثم حملوا بشارته المقدسة. لم يكن الرسل بشرا من عالم آخر، كلا، بل كانوا من طبعنا ربما أضعف مننا أيضا. كان فيهم الجبان، كان فيهم الخائن، كان فيهم الهارب، كان فيهم المتكبر، كان فيهم الشكاك أيضا، لكن يسوع استطاع أن يجردهم من هذه الأفكار العالمية ويزرع فيهم حبه وقوته الإلهية. كان الرسل محملين بالأفكار العالمية مثلما نحن أيضا نفكر تفكيرا عالميا، نريد أن نصبح في مكانة مرموقة. هكذا كان الرسل أيضا فكروا بأن المسيح سيملك ويكون وزراء في دولته التي سيؤسسها، لكنهم فهموا فيما بعد رسالتهم الملقاة على عاتقهم، فهموا إنهم يجب أن يتحملوا من أجله الضيقات والصعوبات والآلام حتى يستطيعوا أيضا أن يذوقوا الموت من أجل المسيح. كان ذلك بعد أن حل عليهم الروح القدس وأخذوا قوة السماء، فعرفوا فعلا أنهم مدعوين كما قال لهم في البدء: اتركوا شباككم واجعلكم صيادين للناس، أي سيكونوا صيادين للبشر، يأتوا بهم من هذا العالم، عالم الموت الجسدي، إلى عالم الحياة الروحية. كان الرسل يتفاعلون ويفرحون بالرسالة التي أعطاهم يسوع، وخاصة عندما قال لهم: أنتم ستكونوا شهودا لي ليس فقط في أورشليم والسامرة، بل إلى أقصى المعمور. نرى الرسل جميعهم يحبون المسيح من كل قلوبهم، وخاصة توما الذي نحتفل اليوم بذكراه العطر، ونحن نتأمل في شخصيته وفي حياته ثم في موته لأجل المسيح. توما
المعروف بالشكاك، كان يشك في أي حالة من الأحوال، ولم يدخل الإيمان إلى قلبه بصورة سهلة، كلا، بل كان أيضا يناقش ويعاتب ويصارح أيضا، وكان يحب أيضا. عندما أعلن يسوع إنه يريد أن يذهب إلى اليهودية، خاف الرسل وأرادوا أن يمنعوا يسوع، أما توما فينبري ويقول لهم: كلا، بل لنذهب ونموت معه. هذا يبرهن على حبه الصادق والصافي للمعلم يسوع. وأيضا كان يجادل ويريد أن يعرف الحقيقة عندما قال يسوع وهو يتحدث للتلاميذ عن الطريق، قال له: نحن لا نعلم إلى أين تذهب، فكيف نعرف الطريق؟ فأجابه يسوع وقال له: أنا هو الطريق والحق والحياة، أي المسيح هو طريقنا وطريق كل إنسان. كل إنسان يريد أن يكون تلميذا للمسيح، أو أن يحمل رسالة المسيح، أو يريد أن ينجح في الحياة، لأن الذي يتمسك بتعليم المسيح ينجح في الحياة، لأن شريعة المسيح شريعة كاملة ومتكاملة، وفيها تحفظ الإنسان من كل شر أو عيب. ثم الرسول بقدر ما كان يحب يسوع وبقدر ما كان صادقا، لكنه كان كما قلت شكاكا، يريد أن يعرف الحقيقة. فلما قام يسوع من بين الأموات وظهر للتلاميذ ولم يكن توما معهم، كما يفسر آباء الكنيسة أن توما كان بسرعة يدخل اليأس إلى قلبه وتصيبه الكآبة، فربما بعد أن شاهد المسيح مائتا على الصليب عاد إلى أهله أو إلى عمله، أو أراد أن يترك جمع التلاميذ، لأن بموت المعلم يسوع أصاب عارا للتلاميذ لأنه مات على الصليب. فبعد القيامة ظهر يسوع للتلاميذ ولم يكن توما معهم، فلما ربما سمع أن المعلم قام من القبر فعاد سريعا إلى العلية الصغيرة التي كان يجتمعون فيها، فيخبروه بالخبر السار: لقد رأينا الرب، رأينا المعلم يسوع. فيتحداهم ويقول: إن لم أضع أصبعي أثر المسامير ويدي في جنبه لا أؤمن. هنا توما يتحدى المسيح بنفسه: لا أؤمن، يعني كان بينه وبين الجحود، بين الشك وعدم الإيمان، شعرة واحدة. لكن يسوع المحب أيضا، الذي يعرف قلب كل إنسان، الذي يعرف ما في توما من مشاعر صادقة وصدق ومحبة خالصة للمعلم، أراد توما أيضا أن يتمتع برؤية المسيح مثلما تمتع الرسل برؤية المسيح القائم من بين الأموات. فلبى نداءه، لا لأن المسيح يرضخ للبشر، كلا، بل إنما لكي يجعل من توما جوابا لكل سؤال. توما كما يقول أحد آباء الكنيسة بشكوكه أعطى جوابا لكل متشكك، لكل من أراد أن يتفحص المسيح. يظهر له خصيصاً
هيئة إنسان ولكنه سجد للإله، لهذا قال ربي وإلهي. وهنا توما يضع صخرة قوية في إيمان الكنيسة المسيحية، لأن المسيحية مبنية على لاهوت المسيح. المسيح إذا لم يكن إله فنحن لا نؤمن فيه. فالكنيسة بنيت على هذه الصخرة. عندما نسمع مثل هذه الكلمات من بطرس الرسول، يقول له أنت المسيح ابن الله، فيقول له أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، أي صخرة الإيمان، صخرة الإلهة، لأن الكنيسة بنيت على صخرة لا تتزعزع، هي المسيح المخلص. فتوما يجد للإنسان يسوع ويجد للإله يسوع المسيح. إذن هنا يعترف أيضا بأن اتحاد الطبيعة البشرية مع الطبيعة الإلهية، فيسوع هو إله وإنسان تام في آن واحد، إله بقوته ومجروح وآثار الجراح في جسده. لهذا نحن نؤمن هذا الإيمان، إيمان المسيح المخلص الإله الذي جاء إلى العالم. ثم يسوع بقدر ما يوبخ توما بشكل لطيف، إنما يطوب المؤمنين، يطوبكم أنتم أيها الأحباء يا من تؤمنون بشهادة الرسل. نحن قبلنا الإيمان عن طريق الرسل، الرسل هم الذين حملوا الإنجيل، حملوا البشارة، الرسل هم الذين عاينوا المسيح، وهم كانوا شهودا وتكونون لي شهودا. فقال له يسوع: طوبى للذي آمن ولم يرى. هكذا أصبح المؤمنون مطوبون، مغبوطون، لأننا نؤمن بالمسيح المخلص. وحتى في هذا اليوم أيضا، في هذه الأيام، نستطيع نحن أيها الأحباء أن نكون رسلا للمسيح، ليس فقط أولئك، بل نحن أيضا إذا كانت لنا قلوب نقية مثل قلوب الرسل، إذا كان لنا إيمان قوي مثل إيمان الرسل، إذا نحن فسحنا المجال للمسيح وللروح القدس أن يتفاعل فينا، نستطيع أن نكون شهودا للمسيح. لأن المسيحية ليس هي فقط ابنة القرن الأول الميلادي، كلا، بل المسيحية هي بنت كل لحظة وساعة. في كل عصر ينضم للكنيسة مؤمنون يؤمنون بالمسيح. في كل عصر أيضا تقدم الشهادة للمسيح. آبائنا ماتوا لأجل المسيح على مر العصور والأجيال، فكانوا يقتلونهم ويعذبونهم، ولكنهم كانوا يفرحون بهذه الآلام وبهذه الضيقات، إنما يقولون: لي الحياة، لي الموت هو الحياة، والموت لأجل المسيح هو ربح. فكأنما يشعرون بأن هذه الحياة الزمنية ما هي إلا فترة وجيزة يعيشها الإنسان، ومن ثم ينتقلون إلى الحياة الباقية التي لا تزول. أليس اليوم أيها الأحباء تقدم المسيحية شهداء؟ أليس اليوم ما يجري في بلادنا مثلا من اضطهاد عنيف على المسيحية؟ يدمرون الكنائس وكأنهم يحسبون أن المسيحية هي بالبيوت أو المسيحية بهذا المبنى. كلا، هذا المبنى مجرد رمز، لكن المسيحية هي المؤمنون، هم الذين يشكلون الكنيسة، حتى في البيوت، في الشوارع، في السفر،
يدينون الكنيسة، وخاصة في القرن السادس الميلادي عندما كان القديس ماروح داما في الجزيرة العربية وفي شمال مدينة الموصل، كان يرعى المسيحيين العرب الرحل، فلم يكن له كنيسة، فكلما وقفوا في مكان للمرعى كانوا ينصبون الخيم ويقيمون القداس. إذن الكنيسة ليس بالجدار إنما بالمؤمنين، وهؤلاء الذين يهدمون الكنائس بل بالعكس هم يقوون المسيحية ويقوون الكنيسة. كلما نرى عضوا من أعضائنا يتألم نحن نتقوى ونعوض على ذاك الألم الذي يصيب جماعة المؤمنين. فستبقى أيها الأحباء المسيحية قوية قوية جدا. فتوما الذي حمل الإنجيل إلى بلاد الهند، أبعد بلد في ذاك اليوم، ذاك البلد الأسود لطبيعته ولشراسة أبنائه، لكن في نظر توما كان يرى في قلوبهم بيضاء، كان يرى تلك الصحراء حديقة غناء، وهو يدعوهم إلى المسيح ويأتون ويعتمدوا على يديه ويؤمنوا بالمسيح المخلص. وكان الشيطان يلاحقهم، يلاحق الرسل ويلاحق المؤمنين، ولكن كلمة الرب كانت أقوى. فدخل الشيطان في قلب بعض كهان الوثنية أن يقوموا ضد توما ويؤسرونه ويسلخون جلده ويسيرون فيه في شوارع مدينة مدراس ويستهزئون به، ولكنه كان يصبر مثلما صبر المسيح. ألم يتنبأ الكتاب عن يسوع بأنه شاة سيقت للذبح؟ هكذا توما سلخوا جلده مثل الحمل وساروا فيه للذبح، حتى طعنه أحدهم بالحربة في جنبه ففاضت روحه سنة 75 للميلاد في اليوم 21 من شهر كانون الأول، ودفن هناك. وفي القرن الرابع الميلادي كانت هناك جارية رهاوية ذهبت للهند فجلبت من عظام رفاة مارتوما كف يده، وكان ذلك في اليوم الثالث من شهر تموز، وبنوا كنيسة كبيرة في مدينة الرها على اسم مارتوما، لأن التقليد والتاريخ يخبرنا بأن أبجر الملك ملك الرها طلب من يسوع أن يرسل أحد تلاميذه لشفائه، فيسوع لبى طلب هذا الملك الذي صار مسيحيا وأرسل توما، وشقيقه أدى الرسول وشفاه، وبشر مارتوما في الرها أولا، ثم انتقل إلى مدينة الموصل ونزل في فندق صغير أيام ثم قليلا، ثم من هناك انتقل إلى البصرة، وعن طريق البصرة وصل إلى بلاد الهند. فيعتبر توما مبشر الرها وبلاد العراق والهند، فحالا أنشأوا كنيسة على اسمه في مدينة الموصل في ذاك الفندق الذي أقام فيه توما الرسول، وما زالت تلك الكنيسة قائمة إلى يومنا هذا. ومما يؤسفنا جدا أن كنائس الموصل وهذه لمدة شهر صمتت فيها قرع النواقيس وصمتت فيها الصلوات والقداديس، وذلك
صلواتهم وطقوسهم، فأصبحت تلك الكنائس المادية خالية من المؤمنين، فاضطر شعبنا المسيحي أن يهجر إلى القرى المحيطة طلبا للأمان والسلام. ففي كل سنة كان يقام قداسا احتفاليا بمناسبة عيد مطلوبة في مدينة الموصل، ويزيحون عرفات القديس توما التي اكتشفت سنة 1964 على يد قداسة سيدنا البطريرك المثلث الرحمن مارناطيوس زكا الأول عواص، يوم كان مطرانا على أبرشية الموصل. ولكن لنا الثقة بالرب بأنه سيعود المؤمنون إلى ديارهم، وستبقى المسيحية قوية، وإن قتلونا وإن شردونا وإن اضطهدونا مثلما اضطهدوا المسيح سيضطهدوننا، ومثلما تمجد المسيح هكذا سيتمجد المؤمنون والشهداء، مثلما قال يسوع: إذا كانوا قد أكرموني فسيكرموكم، وإذا أكرموكم فسيكرموني أيضا. فالمسيح معظم ومكرم بالمؤمنين الذين يحملون اسمه القدوس. واليوم أيها الأحباء هو احتفال خاص بهذه الكنيسة، ذكرى افتتاحها، هذه الكنيسة التي شيدت على اسم مارتوما الرسول، وجلبنا رفات مارتوما من مدينة الموصل لتكون بركة لنا ولهذا البلد، حتى تبقى الصلة متأصلة ما بيننا وبين بلادنا، بلاد الشر الحبيب. والنعمة تشملكم دائما أبدا آمين.